خلينا نشوف طبعا يعني نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر احمد صلاح، يعني الاسطوره، اسطوره الكره الطائره في مصر. خلينا نشوف قال ايه. اتفضلي يا هنا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين اكيد لقاءاتنا مع نجوم الفريق الاول لكره الطائره اللي الحقيقه فرح كل الجماهير الاهلاويه. ومعايا دلوقتي بقى احد اساطير كره الطائره المصريه طبعا كابتن احمد صلاح. بدايه الف مبروك الفوز في المباراه النهارده والبطوله. الحقيقه ان انتم من اول الموسم يمكن كنا عملنا معاكم تقرير وكنت قلت ان انتم مركزين بشكل قوي جدا ووعدتوا الجماهير ان البطوله هترجع الجزيره مره ثانيه، والحقيقه قد كان يعني شفنا اداء كبير جدا، فزتوا في مباراتين 3-0 و3-0 وقدمتوا اداء كبير جدا، والحقيقه ان حضرتك احد اسباب الفوز في المباراتين. طبعا بشكرك جدا. طبعا اولا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على مكسب النهارده بطوله الدوري. كانت غايبه عن النادي الاهلي بقى سنتين، ودي كانت اكتر حاجه كانت مضايقاني ان انا مش متعود ان انا الدوري يطلع بره النادي الاهلي سنتين. ممكن كانت بتحصل سنه لكن مش سنتين ورا بعض. الحمد لله رب العالمين. دي بدايه لرجوع تاني الدوري عندنا، رجع الجزيره تاني الحمد لله رب العالمين. اقول بشكر طبعا الجماهير دعمهم لينا من اول السيزون، بصراحه ما سابوناش. اقول لهم الحمد لله، دي يعني جزء صغير من اللي انتوا ليكوا علينا، يعني هم انتوا ليكوا عندنا حق، فده جزء صغير بنرجعه لكم. لكن لسه ان شاء الله عندنا افريقيا وعندنا الكاس، ماشيين واحده واحده، واقول الحمد لله والمزيد ان شاء الله للمكسب باذن الله في الدوري في افريقيا وفي الكاس باذن الله. يعني الحقيقه اكيد بيكون ليكوا دور كبير جدا كباتن النادي الاهلي الكبار اكيد لروح الفريق، فعايزه اعرف بقى اتكلم اكتر عن كواليس مباراه نادي الزمالك، استعدتوا لها ازاي، واكيد النصائح اللي اديتوها للعيبه الصغيره اكتر، لان اكيد اللعيبه الكبار بيكون لها دور كبير في النادي الاهلي. طبعا اكيد احنا بعد الماتش الاولاني طبعا روحنا عملنا ريكفري وقعدنا مع اللعيبه انا وعبد الله بالذات، يعني احنا اللعيبه كبار يعني قعدنا معاهم قلنا لهم يا جماعه احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا قدمنا ستيب لكن لسه عندنا شوط تاني وده شوط مهم جدا بالنسبه لنا، احنا لسه ما عملناش حاجه. طبعا اكيد يعني انا زعلان جدا اللي حصل في الماتش بتاع البنات امبارح، وانا بقول لهم من هنا يعني بقول لهم ان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله بكره وتفرحونا وتكملوا بيت الفرحه بتاعتنا ان شاء الله. قعدنا مع بعض طبعا وقلنا لهم يعني قلنا للموضوع يعني احنا لسه ما عملناش حاجه. فرقه الزمالك طبعا فرقه كبيره وهيلعبوا طبعا باقصى حاجه عندهم، ان هو ده الامل الوحيد ليهم. احنا كان عندنا اهم حاجه احنا ننزل مركزين نعمل اللي علينا ونقلل اخطائنا، والحمد لله فعلا ده حصل النهارده، عشان كده الامور كانت ماشيه كويس واحنا كنا مسيطرين على الماتش من اوله، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله. يعني اكيد رساله مهمه جدا لفتيات الذهب طبعا، سيدات الكره. اكيد طبعا انا بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بكره وانا بدعمهم، وان شاء الله باذن الله يعني على يعني هحاول انا اكون موجود اساندهم، وباذن الله باذن الله يفرحونا ويبقى دوري بنات واولاد باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. عايزه بقى اخيرا، حضرتك عارف جماهير النادي الاهلي بتقفل البطوله وتدخل تركز على طول في البطوله اللي بعدها، عايزينك بقى تطمن الجماهير على بطوله افريقيا، خصوصا هي طبعا هتكون مقامه عندنا بصاله الامير عبد الله الفيصل. انا بالنسبه لي والله يعني انا من ساعه الحكم مصفر انا بالنسبه لي خلاص الصفحه اتقفلت الحمد لله. انا بالنسبه لي مش فرحان قوي لدرجه ده، عشان انا دي حاجه كانت بتاعتي وراحت فرجعتها تاني، فده كان بالنسبه لي كان هدف بالنسبه لي ان ارجع الدوري، عشان كده الفرحه مش اللي هي الكبيره قوي يعني، لكن طبعا فرحتي الاكبر باذن الله ان احنا نكمل السيزون بافريقيا ان شاء الله. طبعا دي اكيد في النادي عندنا فدي بطوله مهمه جدا، خاصه كمان هي مؤهله لكاس عالم الانديه والكاس باذن الله، فرحتي الكبيره ان شاء الله باذن الله في اخر السيزون لما ناخد 4 بطولات ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا طبعا اسطوره كره الطائره كابتن احمد صلاح، والف مبروك مره ثانيه. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع كابتن احمد صلاح احد نجوم الفريق، اكيد لسه مستمرين مع لقاءاتنا الحصريه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.